أعداد المعلمين أصبح أزمة طبيعية اعتاد عليها أولياء الأمور وأيضاً المدرسون، التي سرعان ما تطل علينا مع بداية كل عام دراسي في كثير من المدارس بمختلف المحافظات، خاصة في القرى النائية والتي تعاني عجزاً شديداً في أعداد المدرسين، في الوقت الذي تشهد في نظيراتها من المدارس الأخرى بالمدن تكدس أعداداً كبيرة من المعلمين نتيجة العديد من الأسباب، أهمها سوء توزيع المدرسين. وتكون المحصلة في النهاية أن طلاب هذه المدارس ينهون عامهم الدراسي دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية. الأزمة التي تحمل أبعاداً عدة، من بينها قرار تعيين 30,000 معلم قبل 3 سنوات، وجاءت وزارة التربية والتعليم باختيار بعض المدرسين من المسابقة للعمل بمناطق بعيدة عن محل إقامتهم، وهو ما دفعهم لطلب العودة إلى مدنهم. وعقب الاستجابة لمطالبهم تفاقمت أزمة نقص أعداد المعلمين في العديد من المدارس. وزارة التربية والتعليم من جانبها تحاول جاهدة، وبالفعل اتخذت خطوات للأمام من حيث التعامل مع الأزمة من مصدرها، وذلك من خلال زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة، وهو ما سمح لوزارة التربية والتعليم لرفع ميزانية رواتب المعلمين إلى 67 مليار جنيه من إجمالي 81 مليار جنيه هي ميزانية التعليم في العام الحالي، ما يمكن أن يساعد على التعاقد مع معلمين جدد بعد أن وصل عددهم بالمدارس الحكومية إلى 992,797 معلم، مقابل تجاوز عدد الطلاب لعشرين مليون تلميذ بحسب إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2017. ويبقى السؤال، هل تنجح جهود وزارة التربية والتعليم ومدرياتها للقضاء على هذه الأزمة واتخاذ العديد من الإجراءات، أم سيكون البديل هو الإعلان عن مسابقات لتعيين أعداد إضافية من المدرسين، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من شباب الخريجين لسد هذا العجز من خلال تعاقدات مؤقتة، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.